بتوقعات جديدة، عاد رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف ليثير الجدل بتنبؤات جديدة، لكن تلك المرة تتعلق بمستقبل الليرة السورية وما ستشهده الفترة القادمة في ظل الانهيار غير المسبوق الذي تشهده حالياً. فما القصة؟ بعد غياب لعدة شهور عاد رامي مخلوف ليكشف توقعاته الجديدة حول مستقبل الليرة السورية في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى أكثر من 12 ألف مقابل الدولار الواحد. توقعات مخلوف الجديدة نقلها الصحفي كنان وقاف، حيث قال مخلوف له إن الانهيار الاقتصادي في سوريا مستمر حتى يصبح كيلو المال يساوي دولاراً واحداً. وكان آخر منشور لمخلوف عبر حسابه في فيسبوك في شهر أبريل نيسان الماضي، بينما آخر منشور له حول الليرة السورية يعود لشهر فبراير شباط الماضي، حيث قال إنه سيتم إيداع مبلغ نقدي من قبله قدره ما يعادل بالليرة السورية 1.5 مليار كدفعة أولى في المصرف المركزي بالعملة الصعبة، كما سيقوم بتحويله لليرة السورية من أجل دعمها، وليتسنى صرفه من قبل الجهات المعنية وعلى مسؤوليتهم لمستحقيه. توقعات مخلوف عن الليرة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه العملة انهيارها أمام العملات الأجنبية، مسجلة 12600 مقابل الدولار في أسواق العاصمة دمشق، في حين تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 700 ألف ليرة سورية. وسبق وصرح الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر زياد غصن بأن سعر صرف الليرة السورية تراجع بأكثر من 330% منذ أن تسلمت الحكومة الحالية مهامها، موضحاً أن الحكومة الحالية عندما تسلمت المهام في العام 2020 كان سعر الصرف في السوق السوداء حينها يقارب 2200 ليرة، ليصبح سعر صرف الحوالات بعد 34 شهراً نحو 9500 ليرة وفقاً لما حدده المصرف المركزي. وبحسب وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، فإن غصن أكد أنه لا يمكن معرفة إلى أين سوف يصل سعر الصرف في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة على مختلف مستويات النشاط الاقتصادي في البلاد. ورأى الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر أنه من غير المعقول أن يفقد سعر الصرف منذ عيد الفطر الماضي أكثر من 3000 ليرة، أي ما يزيد على 50% من سعر الصرف المتداول آنذاك دون معرفة السبب. ومنذ تصريح المسؤول السابق ارتفع سعر صرف الحوالات ليصل إلى 9900 ليرة سورية مقابل الدولار وفق نشرة المصرف المركزي.